أبدت مصر انزعاجها من البيان الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن أحكام الإعدام الجماعي الصادرة مؤخرا ضد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورافضي الانقلاب العسكري. اشتمل البيان الرسمي لوزارة الخارجية المصرية الذي دانت فيه موقف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على خطأ فادح، عندما أشار إلى أن الأحكام الصادرة مؤخرا تخص قضية غرفة عمليات رابعة، في حين أنها تخص القضية المعروفة إعلاميا باسم فض اعتصام رابعة، حيث تعد هذه قضية منفصلة ومختلفة تماما من حيث المتهمين فيها وأعدادهم. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر سكايب من جنيف السيد فرج فنيش، المدير السابق لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في آسيا والشرق الأوسط وفرع شمال أفريقيا. كما أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول الكاتب الصحفي جمال سلطان، وأيضا أرحب بضيفي عبر سكايب من اسطنبول الإعلامي والناشط الحقوقي هيثم أبو خليل. وأبدأ من جنيف مع السيد فرج فنيش. سيد فرج، ما يعني رأيك فيما يثار من اتهامات من قبل الإعلام المصري أو حتى النظام والخارجية المصرية بأن مفوضية الأمم المتحدة في بيانها الأخير لرفضها أحكام الإعدام الأخيرة صارت وراء أكاذيب جماعة الإخوان المسلمين؟ نعم، أعتقد أنه ليست المرة الأولى أن تتهم الحكومة المصرية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالاعتماد على مصادر مغلوطة بمنهجية مغلوطة إلى آخره. هذه إحدى المرات، ولكن منذ 2013 الحكومة المصرية تهاجم وتتهجم على المفوضية السامية لحقوق الإنسان كلما أصدرت تقريرا أو بيانا. وليس فقط المفوضية السامية، فالاتهامات والتهجمات هي ضد مختلف منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل أمنيستي انترناشونال أو هيومن رايتس واتش أو كذلك الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أو المنظمات العربية لحقوق الإنسان أو المنظمة المصرية أو مركز القاهرة لحقوق الإنسان. هذه سياسة اتخذتها الحكومة المصرية للدفاع عن نفسها، وهي سياسة مغلوطة لأنها تخفئ الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان منذ 2013 ضد الشعب المصري. هذه ليست المرة الأولى، وبالتالي فهي مردود عليها لأنها لا تعتبر لها مصداقية في الردود، فهي لا ترد على الأحداث. هناك عديد من التقارير من مؤسسات لها مصداقية كبيرة، ولكن لا ترد الحكومة المصرية بمعلومات، إنما بمحاكمات وبتهجمات. اسمح لي سيد فرج، في نفس سياق بيان الخارجية المصرية، رأت أن بيان المفوضية السامية هو تعدي على السيادة المصرية، تعدي على استقلالية القضاء المصري، ما رأيك؟ هذه مسألة قديمة جدا. كل الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان تدافع عن نفسها بأن هذا تعدي أو تدخل في الشؤون الداخلية للدولة. الدولة المصرية ترف العديد من الاتفاقيات الدولية، وهي عضو في الأمم المتحدة، وعليه فهي قبلت أن تعمل هذه المؤسسات مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو المقررين الخاصين أن يقوموا بعملهم ويصدروا بلاغات حول حالة حقوق الإنسان. الدولة المصرية ككل الدول في العالم المنضوية تحت الأمم المتحدة تقدم تقارير دورية لهذه الهيئات، فلماذا تقدم تقارير وتقول أن هذا تدخل في الشؤون الداخلية؟ هذا مردود عليه، ليس فعلا الطريقة المطلوبة لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في مصر. كان على الحكومة المصرية منذ زمان أن تتوقف عن الانتهاكات، أن توفر الضمانات للمحاكمات العادلة، أن توفر الضمانات والمناخ المناسب للمنظمات غير الحكومية للعمل وللمؤسسات بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن توفر. لماذا ترفض الحكومة المصرية زيارات المقررين الخاصين حول حقوق الإنسان؟ لماذا ترفض المنظمة الحكومة المصرية زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى مصر رغم مطالباتها المتعددة؟ إن لم يكن هناك شيء تخفيه
فكان مفروض أن تفتح أبوابها كما فتحت العديد من البلدان الديمقراطية، ولكن الدولة المصرية أو مصر ليست دولة ديمقراطية ولا تحترم حقوق الإنسان، والإجراءات اتخذت ضد منظمات حقوق الإنسان، ضد المجتمع المدني، الإيقافات، التعذيب، التهجير، كل هذه تمام، انتهاكات صارخة لحقوق ابقى الإنسان. معي سيد فرج. سيد جمال سلطان، فكرة أن يعني يكون بيان رسمي صادر عن الخارجية المصرية ويقع في هذا الخطأ الفادح، لا يستطيع أن يفرق بين قضية غرفة عمليات رابعة وفض اعتصام رابعة العدوية، يعني كيف ترى هذا الخطأ؟ أنا أتصور أنه الخطأ ليس فقط في هذه المعلومة، وإنما الخطأ حتى في الأسلوب الذي صيغ به هذا البيان. أنا أعتقد أنه أسلوب عنيف للغاية، وهذه العصبية الزائدة في خطاب دبلوماسي دولي، يعني ممثل مصر في المنظمة الدولية، أعتقد أنه يضر أو يسيء إلى سمعة الدولة المصرية وإلى الدبلوماسية المصرية. أنت في الأساس ليس لديك قضية يعني أنت ليس لديك قضية حقيقية تدافع عنها، يعني بغض النظر دي قضية غرفة العمليات ولا قضية الفض، لكن أنت بتدافع عن قضية على 75 حكم إعدام في جلسة واحدة. يعني أي بشر في العالم كله سيقبل منك هذا الكلام، يعني بغض النظر عن أي تفاصيل. يعني كان من الممكن او من المفترض من الممكن ان تقول مثلا انه هذا حكم ليس نهائيا، وان هناك درجه اخرى من التقاضي امام محكمه النقض، ومن الممكن ان تصحح اي اخطاء تراها او كذا، لكن لا ادافع عن حكمه، اقول ان هذا يعني 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 هذا يعني يعني كيف تدافع عن حكم يا اخي 500 حكم اعدام صدر، ما انت في سوابق عندك، يعني 500 حكم اعدام صدر في جلسه واحده قبل ذلك، وهذا ايضا من نفس القضاء الذي انت تتحدث باسمه. انا اعتقد انه يعني كان ينبغي ان تكون لغه المتحدث الرسمي المصري اكثر عقلانيه، اكثر هدوءا، اكثر تصالحا مع المجتمع الدولي، لكن هذه العصبية أعتقد أنها أعطت انطباع أنه يعني في هناك ورطة، وهناك يعني رغبة في يعني اختلاق صدام أو يعني أو مشكلة أخرى حول، وأيضا مسألة التدخل الدولي. ما معنى التدخل الدولي في هذه الاتفاقيات؟ كما أشار الزميل، مصر موقعة على اتفاقيات دولية، وبموجبها هذه من صميم صلاحيات المفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هذا دورها الأساسي. طيب سيد هيثم، فيما يخص بيان الخارجية المصرية الذي كان ضد بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تحدث أيضا في جزء منه عن فكرة الانزعاج الشديد من أن المفوضية السامية بتقرأ قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذي صدر عن عبد الفتاح السيسي، الذي يحصن يعني بعض المسؤولين الأمنيين وفي القوات المسلحة وغيرها في الفترة من 2013 ل 2000 لما بعدها. يعني ما رأيك في هذه النقطة، فكرة أن المفوضية بالأساس لم تترك هذه النقطة، وأيضا إثارة هذه النقطة في بيان الخارجية المصرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو حقيقة يعني لازم نسمي الأمور بمسمياتها. يعني بيان الخارجية المصرية أنا شايف أنه هو للأسف بيان وقح ويمتاز بالبلطجة، وده طورية للأسف للدبلوماسية المصرية احنا كنا بنعتز بيها. هو بيتهم يعني المفوضية بأن ردودها أو كلامها سطحي، و يعني وبيتكلم على تدخل في الامور الداخليه المصريه، والحاجه حقيقه مدهشه وعجيبه جدا. يعني انت ترتكب مجازر ضد الانسانيه وجرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب، وجاي تتكلم ان المجتمع الدولي بيتكلم ليه؟ وكما اشار الزملاء، انت موقع على مواثيق وفي الاخر بينطبق عليك القانون الدولي. انت عامل قانون بتحصن به القاده بتوعك، وكان المريب يقول خذوني، اللي هم ارتكبوا جرائم وجرائم، وبيطمنهم زي ما طمن قبل كده في تسريب ضباط الشرطه، اقتلوا واعملوا اي حاجه ومفيش حد هيحاسبكم. حقيقه هو كان لو يعني في رد محترم كان ممكن يقول ان احنا فتحنا تحقيق في المجازر بتتم في مصر، وفي محاكمات عادله،
وان احنا النهارده عندنا مجزره القرن الرابعه طبقا لشهاداتنا وشهادات وزاره الصحه في 627 مصري قتلوا واحنا القضايا شغاله، لكن هو ما عندوش حاجه يقولها، هو مجرم، هو قاتل، هو بيحاكم 739 واحد ما اداش واحد منهم براءه على مقتل سته من الجيش والشرطه، ومقتل السته دولت عليهم علامات استفهام وعليهم كلام كتير، ولم يلتفت ل 36 مجزره تمت في بر مصر. فالحاجه المؤسفه ان الخارجيه المصريه اللي كنا بنعول عليها تورطت هي كمان وبتهاجم الفوضيه الساميه لحقوق الانسان، واللي هي يعني في الاخر مصر الان استاذ احمد فيها بديهيات لانتهاك حقوق الانسان، ابسطها بس ان الرئيس الدكتور محمد مرسي مثلا بقى له 5 سنين ممنوع من الزياره ولم يسمح له الزياره الا مرتين او ثلاثه، سجن العقرب شهر واثنين وثلاثه واربعه، وصل اكثر من عام وشهرين ممنوع عنه الزياره، القتل خارج نطاق القانون اللي كل يوم شغال. عفوا سيد هيثم للمقاطعة، سأعود إليك بالتأكيد مرة أخرى، لكن مشاهدينا الكرام، دأب الإعلام المصري على أن يصف المنظمات الحقوقية الدولية بأنها منظمات إخوانية أو ممولة من جماعة الإخوان المسلمين، أو أن أعضاءها ينتمون للجماعة بسبب انتقاد هذه المنظمات المتكرر لملف حقوق الإنسان في مصر. فلنتابع. منظمة العفو الدولية منظمة إخوانية، ما في ذلك شك. منظمة العفو الدولية منظمة مأجورة، ما في ذلك شك. منظمة العفو الدولية سابق الحلقات الماضية كنت فاضحا لمنظمة العفو الدولية وتقارير منظمة العفو الدولية، مدفوع الأجل والمديرة الإقليمية للمنظمة في المنطقة إخوانية وفضحناها من قبل. إن في من يدفع وهي عايزة تثبت للي بيدفع لها إنها شغالة عشان تستمر عملية التمويل. ده حقيقي، ولدينا شكوك قوية جدا انها فعلا ممولة من جماعات زي الاخوان وغيره، وده اللي بيخرجها بهذا الانحياز الواضح. عدد كبير من العرب اللي موجودين في المنظمة هم اخوان، مش هتلاقي عربي واحد تقريبا مش اخواني في هذه المنظمة. منظمة العفو الدولية اللي خلاص بقت متخصصة في شؤون الاخوان طلعت علينا امبارح ببيان بتهاجم فيه مصر. السبب قضية عبد المنعم أبو الفتوح. المنظمة بتقول إن اعتقال أبو الفتوح ضربة لما تبقى من حق المصريين بالمشاركة في الحياة العامة. يا سلام، متشكرين قوي. تقرير موجه ضد مصر، تقرير اعتاد يعني ان يوجه الاعداء لمصر، تقرير ممول من جهات معروفه طبعا وهي تنظيم الاخوان. فكلهم عصابه واحده، يعني خليني لا ننقسم عن هيومن رايتس ووتش او العفو الدوليه او جماعه الاخوان الارهابيه او من يمولهم، كل دول في اناء واحد، وكل هؤلاء هم ضد الدوله المصريه قولا واحدا، وكل دول من يحركهم الشيطان الاكبر اللي احنا شفناهم طبعا، الدول العظمى اللي هي لا تريد لمصر الخير ولا تريد لمصر الاستقرار والتنميه اللي احنا بنحققها يعني الحمد لله على مدار 4 سنوات الماضيه. حول هذه النقطة تحديدا ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة السيد محمد حامد الباحث في العلاقات الدولية. سيد حامد أرحب بك معنا. يعني فكرة متكررة طبعا قديمة حديثة اتهام منظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس ووتش أو غيرها من المنظمات بأنها إخوان وتمول من الإخوان، لكن الأخطر في الموضوع أن يأتي بيان الخارجية ويتهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنها تسير وراء جماعة الإخوان المسلمين. من وجهة نظرك أيعقل مثل هذا الكلام سواء من الخارجية أو من الإعلام المصري؟ طبعا بالنسبة لمنظمة العفو أو هيومن رايتس ووتش أو أي منظمة دولية بتصدر تقارير حقوقية عن مصر أو عن أي دولة في المنطقة، لا، هذا التقرير لا يكون خارج عن جماعة الإخوان المسلمين أو مول الإخوان المسلمين أو ما إلى ذلك، لأن منظمة العفو الدولية انتقدت أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي بعض ممارسات الجماعة ودستور 2012 وما إلى ذلك. فلا يمكن، وكان وقتها المعارضة بتستشهد بهذه التقارير، وكانت بتستشهد بتقرير المفوضية السامية لترجمة الدستور 2012 أن هذا الدستور يفرض قيود معينة أو ليه رؤية معينة أو ذو مسحة إسلامية أو ما إلى ذلك، يعني لو عدنا بالزمن. ولكن أنا لا أتفق مع طرح الإعلام المصري في هذا الاتجاه، وهو طرح غير موفق على الإطلاق، و يعني مش بيقول الحقيقة أو الواقع، لأن التقارير دي زي ما بتصدر تقارير بتدين النظام المصري، أصدرت تقارير عن بعض الممارسات
للجماعات الإرهابية في سيناء ضد قوات إنفاذ القانون المتمثلة في الجيش والشرطة. بالإضافة لما بيان الخارجية المصرية عايز أشوفه في رؤيتين لو حضرتك تسمح لي. الرؤية الأولى إن البيان بيعتمد في الأول أو في الأساس إن هو دي أحكام أو الدرجة يمكن الطعن عليها، لا يجب هذا التشنج الذي قامت به المفوضية الثانية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. النقطة الثانية إن الخارجية تستند على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول بحجة حقوق الإنسان، وهذا المبدأ يعني مصر استغلته في الفترة الأخيرة، أو كل بيانات الخارجية اللي تتكلم على أحكام قضائية أو فيها تعليق على القضاء المصري من قبل منظمات دولية أو مؤسسات دولية كانت بتستند في كلامها إلى أن حتى لو حالة حقوق الإنسان سيئة ليس من حقك أن تتدخل أو تعلق تعليقات سلبية، وأن مبدأ سيادة الدول لا يسمح لك حتى في حال تدور حول الإنسان أن تمام. تتدخل. لكن سيد حامد عفوا بما أنك باحث في العلاقات الدولية أنت تعتقد هذا، يعني مصر موقعة على الاتفاقات الدولية الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، هي عضو تقدم تقارير لهذه المنظمة، كل عمل هذه المنظمة منصب على متابعة حقوق الإنسان وإصدار تقارير، يبقى أين التدخل هنا؟ يعني أين التدخل الذي قامت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟ يا سيدي الفاضل، نعم مصر موقعة، ومصر دولة منفتحة على العالم وبتنقد وتنتقد في أروقة الأمم المتحدة، ووجدنا أن الخارجية المصرية كانت يعني انتقدت مرة قبل ذلك بعد ممارسات الشرطة الأمريكية ضد أصحاب البشر السمراء في الولايات المتحدة، وحتى وقتها تم الإشادة بهذا التصريح من قبل المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية. ولكن أنا هقول لحضرتك مبدأ، ما هو ده مبدأ راسخ في القانون الدولي، وحقوق الإنسان يعني حدث أو شيء، وبعض يعني أفكار حقوق الإنسان أصبحت حديثة على هذا المبدأ اللي هو مبدأ عدم التدخل، فأصبحت ذريعة حقوق الإنسان أصبح أن أنا ممكن أتدخل وأعلق على الشأن المصري كأنه شأن دولي عام وليس شأن مصري خاص، بدليل أن في 30 يونيو استطاع مجلس الأمن عقد جلسة، ولكن استطاعت مصر وقتها أن تجعل هذه الجلسة حول منطقة الشرق الأوسط. يا سيد حامد، إن لم تعلق المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إعدام أو يعني حكم بإعدام 75 ويعني وأكثر ومئات الأحكام بالمؤبد، فعلى ماذا ستعلق؟ يعني هيكون دورها إيه بعد كده؟ يا سيدي الفاضل، زي ما ذكرت حضرتك لازم انا كان ردي او رد الخارجيه كان يؤكد ان هذه الاحكام اول درجه، وان القضاء المصري بينظر في هذا في هذه القضيه للمره الاولى، وان في مراحل يعني تدرج اخرى قد تخفف هذه الاحكام. ومثلا الافراج عن شوكان، يعني انا كنت اتوقع زي عبد الله الشامل تم الافراج عنه لان كانت الجزيره بدات حمله من بدري، لكن شوكان الذي حصل على جائزه اليونسكو كان الافضل ان يخرج بعفو رئاسي او ما الى ذلك، ولكن لم يستطع احد نجدة شوكان في هذا التوقيت. عبد الله الشامي خد 15 سنه يا سيد حامد، عبد الله الشامي خد حكم ب 15 سنه لمجرد انه صحفي في الجزيره غيابيا طبعا بما انه خارج مصر. تمام، ولكن هو خرج مبكرا وليس مثل الشوكان الذي بقى. انا بقول لحضرتك دي احكام اول درجه، وان حتى البرلمان المصري رد على بيان المفوضيه وقال ان دي احكام اول درجه ولا يجب ان نظر لها ان هذه الاحكام تخرج عبر اهواء. طيب اشكرك، يعني هو المفترض ان المفوضيه تعلق لو هي احكام نهائيه والناس رايحين على حبل المشنقه فتعلق المفوضيه في هذه الحاله. اشكرك شكرا جزيلا طبعا الاستاذ محمد حامد الباحث في المفوضيه تعلق، وانا كنت والخارجيه المصريه كانت متوقعه انها ستعلق على هذا البيان على هذا الحكم وانا كانت ستعد يعني بيان للرد على المفوضيه وهذا ما حدث. شكرا جزيلا السيد محمد حامد الباحث في العلاقات الدوليه، كنت معي عبر سكايب من القاهره. سيد فرج، فيما يخص يعني ان كل العاملين في هذه المنظمات يعني هيومن رايتس والعفو الدوليه او حتى داخل يعني اروقه المنظمه الساميه او المفوضيه الساميه لحقوق الانسان معظمهم او جميعهم من ينتمون لجماعه الاخوان المسلمين، خليني اسالك هل انت تنتمي لجماعه الاخوان المسلمين سيد فرج، او يعني تستفيد منها بشكل او باخر؟ ضد حركة الإخوان المسلمين من ناحية مواقفها ومن ناحية تصوراتها ومن ناحية العديد من ممارساتها، ولكن هذا شيء وحقوق الإنسان شيء آخر. حقوق الإنسان هي للجميع،
التعذيب محرم سواء كان أخوان مسلمين أو حتى إرهابي أو غيره. هذه أشياء لا نقاش فيها، والحقيقة هذه الاتهامات سخيفة جدا. أنا أعتقد وأحيي الصحفيين المصريين الشرفاء الذين يقولون الحقيقة، وأنا لا أعتقد أن هؤلاء الصحفيين الذين مروا في البرنامج الآن في الشتم لمنظمة العفو الدولية، هذه إحدى المنظمات التي أنارت العالم وقامت بجهد كبير في كل العالم سواء في أمريكا أو في داخل إسرائيل أو مصر أو غيرها لحماية حقوق الإنسان مهما كان الشخص. فهذه أشياء مغالطة للرأي العام، وأنا متأكد أن هؤلاء صحفيين إما أن يكونوا تحت الضغط أو أن يكونوا باعوا ضمائرهم، وهناك آلاف الصحفيين والصحفيات الشرفاء في مصر، وسيأتي الوقت الذي نكتشف فيه الحقيقة. أما بالنسبة للمفوضية السامية أو العاملين في هذه المنظمات من الأخوان المسلمين، هذا مش صحيح. أولا، الانتماء السياسي ليس مرجعية، المرجعية هو القناعة والتخصص والمنهجية التي يتبعها الفرد عضو من أعضاء المنظمات. هذه منظمة كبيرة، منظمة لها تاريخ، لها رصيد من المصداقية. لا يمكن لصحفي مصري مأجور، آسف على الكلمة، أو مغالط أو تحت الضغط أن يمس من مصداقية هذه المنظمات. كل المنظمات متاع حقوق الإنسان، خلينا من هذه المنظمات، خذ المنظمات المصرية مأجورة، إخوان مسلمين، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لماذا مدير المركز يتم اتهامه ومحاولة يعني الدعوة لاغتياله؟ خذ المنظمة المصرية وخذ المنظمة العربية وغيرها من المنظمات المصرية الممتازة جدا، هل هم مأجورون؟ هل هم من الإخوان المسلمين؟ لا أعتقد ذلك. وإذا كانت المفوضية السامية هي من الإخوان المسلمين فيا حبذا، طالما تنتهكون حقوق الإنسان فتفضلوا وقدموا النعوت التي تريدون. أعتقد أن هذه فشل لحكومة تنتهك حقوق الإنسان ومتأكدة من أنها لا تنتهك، وهي تنتهك يوميا في حقوق الإنسان. السيد، لا يمكن مؤسسة والأمم المتحدة بالأساس والمفوضية أن تسكت أمام حكم إعدام ل 75 شخص في محاكمة جماعية، 739 شخص متهم ومحكوم عليه بأحكام. طيب وماذا عن الذين قتلوا المتظاهرين؟ لماذا لم يكن هناك أي ضابط شرطة أو أي جلاد أمام المحكمة؟ كيف أن المعادلة هذه؟ حتى يعني الشعب المصري لا يمكن، الشعب المصري ذكي والشعب المصري شعب جبار وقام بثورة، وما يحصل الآن هو ارتداد على الثورة وانتقام الأجهزة القمعية من المتظاهرين الذين ضحوا بالثورة. أشكرك شكرا جزيلا السيد فرج فنيش، المدير السابق لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في آسيا والشرق الأوسط وفرع شمال أفريقيا، كنت معي عبر سكايب من جنيف. سيد جمال سلطان، هل تعتقد بعيدا عن بيان الخارجية سيكون هناك تعامل مختلف وتعاطي مختلف مع مطالبات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في هذه الأحكام؟ لا، أنا لا أظن، يعني هذا النوع من الخطاب العصبي والمتشنج لا يؤشر إلى هذا الاتجاه ولا يعطي أي أمل فيه. لكني أنا أتمنى في الحقيقة أن يكون هناك في مصر يعني نوع من الإدراك أن الخطاب الذي يوجه إلى العالم الخارجي يختلف عن الخطاب الذي يوجه للتسويق الداخلي. يعني بعض الزملاء الصحفيين والإعلاميين، يعني هذه اللغة يعني مثيرة للشفقة، يعني هذا أقرب إلى الهذيان، يعني المجتمع الدولي ينظر إلى هذا الكلام كنوع من الهذيان. يعني ربما هذا يصلح للتسويق الداخلي، لكن في التسويق الخارجي أو مخاطبة العالم أنا أعتقد أن هناك عقول، يعني أنا هناك يعني عقول جيدة أظن أنها تستطيع أن تقوم بذلك. لكن أنا الحقيقة هناك ملاحظة في بيان السفير أنه تعلق يعني ربما بأشياء يعني تمسني أنا حتى شخصيا. هو تكلم مثلا عن موضوع حجب المواقع الإخبارية في مصر، وتكلم أنها هذه المواقع خرقت القانون وأن هذه إجراءات قانونية صحيحة اتخذها القضاء. أنا أتحدى السفير سعادة السفير علاء أنه يذكر لي أي جهة قانونية أصدرت قرار بحجب المواقع الإخبارية أو موقع المصريون. اذكر لي جهة واحدة قضائية واحدة، اذكر بلاش جهة قضائية، اذكر لي جهة إدارية واحدة. نحن خطبنا وزارة الداخلية فنفت صلتها بحجب المواقع،
خطبنا جهاز تنظيم الاتصالات نفى صلته. المحكمة في القضية التي رفعناها على مؤسسة أخبار اليوم، المحكمة خاطبت بشكل رسمي وزارة الداخلية، هل هذا الموقع محجوب؟ ردت وزارة الداخلية بشكل رسمي أن هذا الموقع غير محجوب وهو محجوب. فيعني احنا يعني لا نريد ان يعني هناك مشكلات، هناك اهدار لمساحات كبيره، يعني من لا يعني لا نتحدث انه نحن ارسينا مبادئ حقوق الانسان وحمايه الحريات، لا في هناك مشكله، لابد ان نعترف بان هناك مشكله. أشكرك. ولابد ان يكون هناك جهد حقيقي للحل. الكاتب الصحفي جمال سلطان كنت معي عبر الاقمار الاصطناعي من اسطنبول، اشكرك شكرا جزيلا.